السلام عليكم المرضيين والمرضيات، كي دايرين؟ بخير، امور هانيه. دخلتني شان في المعقول الرفيسه، كنا جالسين ما بينا ما علينا، عشاء خفيف. دايرين غير الحريره كانت من البارح. ايوا يا لاله ويا سيدي، حتى كيدقوا الباب جايين الحباب، جايبين طبسيط تبارك الله ديال الرفيسه، دايز هالكلام بالدجاج بالتفايه بقوامه التمر معمر، يا سلام كل شي قدامكم. وباش داروها زوينه وكملوا خيرهم، جايبين معها العصوص ديالها، بمعنى لا بغيتي تزيد. المهم هادو هما الحباب والا فلا. وليك الله يكثر الحباب بحال هادو، حباب الخير. ايوا جلسنا على ديك الرفيسه، يعني تجمعنا عليها العائله. في الاول كلشي قال لك اه بوم صافي الحمد لله شبعت، اللي كيقول لك ما يتعشاش، اللي كيقول لك ودابا بان المعنى كلشي ولا كيتعشى، ما كاين لا ريجيم لا حتى حاجه. والله يعطيهم الخير يا ربي. وهذا ما كان كبيره جدا، خصوصا ان هي بتبتدي تحرق دهون عضلات الرجلين والجزء السفلي من الجسم. علشان كده النهارده انا بتمرن العجله بيكون ظهري مستقيم بالشكل ده، حتى لو انا عملت لين كوديو لين ليتل بيكون برضو الظهر ستريت بالشكل ده مستقيم، عشان احافظ على ان ما يحصلش تقوس او الام في الظهر بعد ما بخلص تمرين العجله. تمام، فايده العجله زي ما احنا شايفين كده عن طريق الشو، بنبتدي نحرق دهون عضلات البطن السفليه وعضله الفخذ والهيبس، بيبتدي يشتغل عليها بشكل مباشر زي ما احنا شايفين على الشاشه. وبنبتدي نعدل هنا لو في ريزيستنس، لو في مقاومه اكتر، كل ما زودنا المقاومه وبعدين بتبتدي تحرق الدهون بشكل اسرع. تمام، نخفف تاني. تمام، في تمارين طبعا اسمها الهيت تقدر تلعبها على العجله، ان انت تعمل دقيقه فيها ريزيستنس ودقيقه وفيها ان انت تلعب بسهوله، يعني دقيقه كده ودقيقه كده، بتبتدي تحرق الدهون بشكل اسرع واحسن. طبعا ما ننساش شرب الميه قبل ما نلعب بايك، نشرب ميه قبلها بساعه على الاقل، مش اقل من لتر او لتر ونص، بحيث ان احنا في طال البايك نقدر نحرق دهون اكتر وكده. طبعا مش هنسى اقول لكم اللي ما عندوش طبعا العجله ديت في البيت منزليه، ممكن العجله اللي هي بتاعتنا العاديه في الشارع يقدر يتمرن عليها برضو وتحصل على نتيجه تكون كويسه. تمرين العجله عشان تحصل منه نتيجه كويسه على الاقل تكون على العجله من ربع ساعه لنص ساعه، ده بالنسبه للبدايه، على اساس ان اول 7 دقائق طبعا بيكون عباره عن ميه بتبقى خارجه من الجسم نتيجه ارتفاع درجه حراره الجسم نتيجه المجهود اللي بيتعمل على العجله. لكن لو عايزين نحرق دهون ونعمل برنامج فعلا على العجله، مش اقل من ربع ساعه لنص ساعه عشان نحصل على الفائده بتاعتها. صباح بادي بالنشاط، رياضه ولا شي حاجه مهمه كدوزي النهار باخر على خير. اكثر يلا كانت تابعه واحد العراضات فعلا تركه. يا سلام، وانتم شوفوا معنا. فوجنا فيها، كتجلسي كتلاقي بالحباب، كتهضري كتضحكي كتنشطي. المهم نهار زوين، كما قلت لكم كانت غير العائله، يعني كتاخدي راحتك في كل شيء. العيالات راكم عارفين بوحد المراه ما كاينش اختلاط، كتاخدي راحتك وكبروا بينا وكبروا بالبنيه. قولوا للغتام التي جد بصلك على العشيق، يا مرغيت
عاشق الكويكي في بمر البنات مهما يكون كنت جا سمعت انا كتبدا من الولاده شي حاجه مهمه دونك نسمعوا معها الدكتور. السنتين الاولى من الميلاد الى السنتين اهم شيء في هذه اللحظه هو الامان، يشعر الولد بالامان والحب، وهذه تاتي عن طريق الرضاعه الطبيعيه، مهمه جدا. والرضاعه الطبيعيه ليس مهم فيها هي الحليب الام، مهما كانت فضائل هذا الحليب ليس هو رقم واحد في الأهمية والأولوية، وإنما رقم واحد في الأولوية والأهمية هي هذه الحضن والاحتضان الطويل. إذا نحن الآن ما هو يرضع نحن في المهد. نعم، إذا نحن شرعنا الآن نعم. ببيان حاجيات الطفل في هذه المرحلة وهي مرحلة نعم. المهد. نعم. الحاجة الأولى تفضلت بها الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أنا ما لن أتكلم عن فوائدها الجسمية والصحية والطبية. نعم. هذه أصبح الناس متفق حولها. هذه الحاجة الأولى الرضاعة. الرضاعة. نعم. الرضاعة ماذا فيها؟ فيها الحضن الطويل. الله. فطيلة ما هو يرضع هذا الولد محضون حضن. هذا الحضن يعطي للولد ثلاث أشياء أساسية. تعطيه حليبها وحبها. ثلاث أشياء أساسية تعطيه. هذه الأشياء الثلاثة أساسية التي تعطيه الأمان. جميل. وتشبعه بالحب. الله. وتبني وجدانه الجميل. أمان وحب وجدان. إيه. مو ثلاث أشياء لا، هذا الذي تبني ثلاث أشياء، نتكلم عن ثلاث أشياء. نعم. تعطي الولد الأمان وتعطيه حب وتبني الوجدان، أساسية الوجدان. نعم. التي على أساسها سوف يبدأ يحب ويكره. جميل. ويرتاح وكذا. جميل. هنا تتشكل ما يسمى بالقشرة الدماغية عند الطفل، عند الإنسان عموما، تبدأ بالرضاعة الطبيعية. تبدأ في المهد. معنى القشرة الدماغية، بعضهم يسميها اللوزة الدماغية. باللغة الطبية اللاتينية، اسمحوا لي أقول هذا المصطلح، أميغدالا. ممكن أي واحد يدخل يكتب أميغدالا، القشرة الدماغية. هذه القشرة ما الذي يتشكل فيها؟ كل ما يسعد الطفل ويشعر بالأمان ويجعله يحب ويرتاح أو يكره أو يرفض أو يخاف، كل ما هو مستفز محرك الانفعالات يتشكل في يبدا تشكيله في المهد عن طريق هذه القشره الدماغيه. الله، يعني الحب والكره الان يبنى في هذه المرحله. ما الذي يحب الذي يكره؟ الولد في ربما سته اشهر عمره او سنه. نعم. الان هذه الرضاعه التي يتلقاها من امه، وبمفهوم سعادتك نعم. يعني الرضاعه ليست فقط حضان حليبا وانما الرضاعه نعم. او سعادة. هذه ثلاث نعم. اشياء هي نعم رائحه الام. اها. وحرارة جسم الأم، كل جسم عنده حرارة خاصة، كل لمسة لها خصوصيات. نعم، إذن هذه ثلاثة أشياء. عفواً، أنت تتحدث عن ماذا الآن دكتور؟ ثلاثة أشياء. إي هذه ثلاثة. خلينا نكمل أصلاً أحسن. طيب. أول شيء. تضع العنوان في الأخير. لا، ثلاثة نعم. أشياء هي أول شيء رائحة الأم. رائحة الأم. ولمسة الأم. لمسة بما الأم. فيها اللمسة والحرارة والجسم وكذا. وثالث شيء نغمة صوت الأم. الصوت له نغمة، له نغمة بصمة. صوت الأم. اللي هو بصمة الصوت عند الأم، ثلاث أشياء. ماذا تفعل هذه؟ هذه تسعد الطفل. الله. تسعد الطفل. جميل. معنى تسعده معنى أنها تسجل في القشرة الدماغية أو اللوزة الدماغية هذه تسعدني. جميل. ثاني شيء تعطي أمان للطفل، تعطي نوع من الأمان،
هذا الولد لو خاف، لو شعر ببرودة، لو شعر بألم، مجرد ما يحصل على واحدة من الثلاثة يهدأ فتصبح مثل رائحة الشفاء، لمسة، نغمة الصوت، نغمة الصوت، يسمع صوت أمه أو يشم رائحته. وأنا عندي أفلام كثيرة نشرت بعضها أن الطفل يبكي يبكي ما ندري سبب البكاء، قد يكون ألم، فقدان أمان، فقدان حب، أيا كان، مجرد ما يعطاه يعني لباس من ألبسة الأم اللي غير موجودة يشمها يسكت يهدأ. وأنا نشرته عندي حتى في تويتر، الولد يسكت بمعنى الولد. لكن دكتور عندي سؤال هنا بالنسبة للرائحة قبل أن يعني الآن على الأم مثلا أن نفترض أنها تضع رائحة معينة ولا لا خلاص إذن هو هذه رائحة الجسم. أيوة رائحة أمه، رائحة جسم الأم الطبيعي. أيوة تمام، إذن هنا ليست العطور بشكل طبيعي. أي نعم. نعم تمام رائع جدا. وكان هذه ثلاث أشياء هنا تبدأ تتشكل القشرة الدماغ الذي يعطي الأمان الحب كذا، ما شاء الله بدأت تتشكل. جميل. وهو ماشي يبدأ تتشكل أشياء أخرى، لما يرى ابتسامة الأم، يبدأ ابتسامة الأب، لما يشوفك تحضنه كذا، فأصبح عنده الحضن أيضا مرتبط بالآب، مرتبط بالآخرين وغيرها من الأمور. فهنا القشرة الدماغية، الولد يحتاج إلى الحب والأمان بشكل كبير جدا، ويحتاج أن يتعلم تبدأ تتشكل له الوجدان الذي يسعده كذا وغيرها من الأمور.